السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجاله في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. عايزين يا رجاله بقى بصوا نفجر الفيديو ده لايكات، نفجر الفيديو ده لايكات ان شاء الله. تمام يا جدعان؟ لو انت لسه ما اشتركتش اشترك معانا. ايه يا عم هتيجي في وش ولا ايه؟ يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده هنحكي فيه عن ايه ونتكلم عن ايه. يلا بينا. بصوا بقى يا رجاله، الفيديو بقى بتاع النهارده ده فيديو عن الزغاليل، الجزء الثالث مع الزغاليل. تمام يا رجاله؟ ان شاء الله ان شاء الله في الفيديو ده هعرفكم هنعمل ايه خطوات قبل ما نفتح الفيديو الجاي بتاع الزغاليل. هنفتح لهم شبكه الامرايه من غير اي حاجه، تمام؟ بس كان لازم الجزء الثالث دوت نبقى فاهمكم فيه على شويه خطوات لازم تعملوها مع الزغاليل او الشبابات اللي زي دي او ايا كان اي طير هتطيره، في خطوات لازم تعملها معاه عشان خاطر الحمام ما يبقاش جنبك مركن زي ده ويروح يركن عليه، او مركن زي ده ويروح يركن عليه، تمام؟ بس عايز بس اوريكم حاجه يا جدعان. انا بصوا سبحان الله مش عارف وريتها لكم ولا لا، شايفين طالع لي بتاع ده؟ طالع لي عمود في وش الغيه بالظبط، العمود ده ربنا يستر الحمام ما يروحش يتنطط لي عليه، تمام؟ عايز بس افهمكم على حاجه، انا جنبي شايفين ده مركن بسيط جدا وده مركن بسيط جدا، دولك بالنسبه لي انا مش مركن، دولك بالنسبه لي انا مش مركن، حتى لو الحمام راح وقف عليه دي بالنسبه لي مصلحه مش مركن، لما يروح يقف جنبي هنا او يقف جنبي هنا طبعا انا محكوم الغيه بين الاثنين، احسن ما يروح يقف لي مثلا على بيت زي ده، يقف لي على بيت زي ده، يروح يقف لي على بيت بعيد زي ده، ده بالنسبه لي مركن، بس جنبي هنا كده ده مش مركن، بس يا بابا، بس يا بابا، بس يا بابا، طبعا يا جدعان دول بيعتبر بقوا شبابات وظهر منهم الدكوره عايزين بقى نفرق منهم الدكوره والنوتي، بس لما يحفظوا الظهر هنا بعد كده نشوف الدكوره والنوتي. فخلينا في اللي احنا بنفهمكم عليه وعايزك تكمل معايا بقى الفيديو عشان الفيديو ده حلو والفيديو ده جميل وان شاء الله هيفيدك. زي ما قلت لكم بالنسبه لي دول كده مش مراكن، المركن الصحيح ان انا ابقى حمامي يروح يركن بعيد عني هنا والغيه والظهر فاضي، تمام؟ دي اول نقطه. لو حمامك انت جنبك مركن بسيط جدا قوي زي كده لازق في الغيه زي كده ده ما يقلقكش. طيب نعمل ايه بقى عشان حتى الحمام ممكن يعني خطوات نعملها عشان حتى الحمام ما يروحش حتى يركن هنا غير مثلا لو ايه بيضربوا بعض واحد وقف ونزل هنا تاني والكلام ده كده كله. نعمل ايه عشان الحمام ما يركنش مننا والحمام نطلعه ويطلع على السما على طول وينزل على الغير. طيب اول حاجه تحبب الحمام فيك، اول حاجه تحبب الحمام فيك. طبعا زي ما انتم عارفين انا الحمام كله بحاول احببه فيا واكله من ايدي والكلام ده كده كله. ثانيا لما بقى تيجي تفتح للحمام ما تخوفوش من الغير، ما تخوفوش من الغير، تفتح له في وقت هدوء خالص. ودي طبعا كل المعلومه دي هنعرفها في الفيديو الجاي بتاع الزغاليل لما نفتح لهم شبكه الامرايه، تمام يا رجاله؟ تمام. النقطة الثانية، ناس بتقول لي عايزين ننش حمام كبير، ناس بتقول لي عايزين ننش حمام كبير. بص هي الخطوات قريبة من بعض، هي الخطوات قريبة من بعض، دول بالنسبة لي كده حمام كبير، يعني دول كده مش زغاليل، ده حمام معتمد على نفسه. بصوا وحمام طائر مش زغاليل، ده حمام أصلا لو طلع أسبوع خد على المكان وعملت له كده هيطير، بس طبعا أنا هسيبه براحته مفيش حاجة اسمها كده والكلام ده خالص. تمام؟ الخطوات يعتبر واحدة. بس بتفرق في مواعيد فتح الحمام، بتفرق في مواعيد فتح الحمام. انت مثلا رحت جبت طريقه دشار، الدشار ليه كذا طريقه في النش، في انت ممكن تنشه على انتايه، ممكن تنشه مثلا على بابه، ممكن تنشه على حاجات تانيه كتير، تمام؟ بس انا عايز بقى افهمك حاجه واحده بس، الدشار الدشار نصيحه، هو في ناس حريفه فيه قوي بس انا عن نفسي ما بحبهوش. الزغلول ابن الغيه ابن الغيه، دولك كده ما شافوش جو. انت لو عايز تجيب حمام كبير ما شافش جو زي كده مش مشكله، يبقى سهل معاك في النش، بس الدشار متعب ليك انت كمبتدئ، ما تنشش دشار، تمام يا رجاله؟ طيب تعالوا بقى نشوف الفيديو بتاعنا هيكمل عن ايه ونرجع لكم تاني. يا رجاله هنأكد على اللي احنا عملناه كله، هنأكد على اللي احنا عملناه كله، تمام؟ ده الصاج بتاعنا. انا كده كده الحمام متاكد منه وحافظ ميعاد الكلفه، بس انا بعرفك عندك انت. احنا اول فيديو يا جدعان قلت لكم ان احنا الحمام كل زغلول في باب احسن، بلاش مصطبه عشان خاطر قلت لكم بعد كده هنعرف ليه. اولا عشان الامراض دي حاجه اساسيه عشان ما يبقاش في واحد لقيت مرض يدعي للتاني والكلام ده كده كله. ثانيا لما يبقى الفرد محبوس 24 ساعه في الباب بتاعه وتيجي تفتح له الساعه بتاعته، فرد الحمام هيبقى طالع سخن، هيبقى طالع سخن، هيطلع يطير على طول وهياخد معاك فتره اطول.
غير في المصطبه بيقعدوا يضربوا في بعض ويجروا على بعض بيعملوا مجهود، بس هو واقف لوحده مفيش مجهود، هو عايز يطلع عايز تعمل له كده تلاقي فجاه بص ضرب في السحاب. تمام، فدي بردك اسباب كتير. وبعد كده بردك في حاجات كتير قوي لسه هنعرفها للباب ده. طيب وناكد على ايه تاني؟ ناكد على انت خلاص الحمام ده خد على ميعاد الكلفه ولا لا، عشان لو ما خدش على ميعاد الكلفه يعني بص عايز اوريكم حاجه كده يا جدعان، يعني بصوا بص الحمام اهو انتبه، الحمام انتبه. طيب انت الحمام لو مش من اول، بصوا لو مش من اول حب الكلفه الحمام ما نزلش كده كله اهو، يلا انزل ياض، لو الحمام كله ما نزلش على الكلفه كده من اول حطه، لو فجاه مثلا انت مسايبهم حبه واقفين هنا وحبه بياكلوا، ما تفتحش للحمام، ما تفتحش الحمام اول يوم بالطريقه دي، لا تفتح له لما الحمام كله يبقى خلاص حطيت له. بصوا حطيت له سن الكلفه خلصوها، يعني زي ما بقول لكم كده اهو، غير ان انت مثلا تحط له حبه زي كده تلاقي الحمام كله على الارض، تلاقي الحمام كله على الارض ليه؟ عشان اول يوم اما تيجي تفتح له، تيجي تفتح له لا قدر الله حصل موقف نطر اتنطر حصل اي حاجه عايز تنزل الحمام ده بسرعه، تقوم يعمل له حبه الكلفه الحمام كله ينزل في ثواني، الحمام كله ينزل في ثواني. وده كله هنشوفه يا جدعان في الفيديو الجاي، النقطه دي تخلي بالك منها قوي، ما تستعجلش على الحمام وتفتح له وهو لسه مش حافظ ميعاد الارضيه، ما تستعجلش وتفتح له وهو مش عارف يعني ايه الصفاره او ايه مثلا الشخلله او الكلام ده كده كله. وده اللي بقول لكم عليه، الحمام بيحبنا واخد علينا. تمام يا رجاله، فتخلي بالك من النقطه دي. فدي كده حبه حاجات كان لازم اقولها لك قبل ما نبدا اول يوم نفتح للزغاليل ديك، لازم تعمل الخطوات دي، لازم تحبب الحمام في الغية في المكان، يعني انا هو واقف وسط الحمام 100 100 اهو. تمام، وبعد كده بعد كده بعد كده نيجي نفتح له بقى ايه الحمام مستريح خلاص اطمنا على كل حاجة، الحمام حفظ الارضية حفظ البيبان حفظ ميعاد الكلفة خلاص نفتح له مستريح، وتفتح له في وقت مفهوش دوشة. وده بردك كله هنشوفه في الفيديو الجاي. تمام يا رجالة، وده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، هو فيديو بسيط بس خطوات لازم نعرفها مع النش عشان خاطر نفتح للحمام ويبقى كويس وما يضيعش مننا. تمام، تعالى ثانية بس نختم مع هذا الشيبل. يا ابني بس يا ابني تعالى على كل، طبعا ده مش بيحبني بقى، ده مصلحة انجي، ده بيجي عشان ايه؟ عشان الكلفة. ودي طالعة انت يا جدعان بالمناسبة، تعالى انت كمان اهو. تمام يا رجالة، وده كده الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.